انت ما شفتيش لعيبه الاهلي، لكن يمكن احساسك بيهم يبقى مختلف شويه. مين القريبين قوي منك من الجيل الحالي؟ مين اللي انت بتحبيهم قوي من نجوم النادي الاهلي حاليا؟ زي ما قلت لحضرتك، انا يعني بنتمي للكيان، بس طبعا بحب اللعيبه كلها، يعني بحب كابتن محمد الشناوي، كابتن محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، كلهم بحبهم جدا يعني. كابتن علي معلول بحبهم كلهم. وامل طبعا بحب كل لاعب ارتدى تيشيرت الاهلي واخلص له. بحب كل اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي. بس ما فيش نجم كده يعني بالنسبه لك مفضل او تحبي دايما يبقى موجود في التشكيل الاساسي؟ طبعا بطمن بالشناوي، اسد النادي الاهلي في حراسه المرمى. بحب طبعا علي معلول، بحب القضيه قفشه، وبحب محمد شريف وعمرو السوليه. قولي لي احلى ماتش شفتيه او الماتش اللي ما تنسيهوش ابدا، يعني تابعتيه يا أمنية، وكانت ظروفه ايه، وكنت بتتابعيه مع مين؟ ماتش طبعا القضية، ممكن نهائي افريقيا النجمة التاسعة. طبعا ده ما يتنسيش، ده انا فاكرة ان انا يعني عيطت فعلا بعد الهدف ده، لانه ماتش ما يتنسيش. بعد 7 سنين غياب ترجع تاخد البطولة. طبعا انا بشجع الاهلي من وانا صغيره، بس اول بطوله افريقيه يعني طبعا احسها يعني. انت كان ساعتها عندك ايه، 15 سنه مثلا؟ 15 سنه. انا دلوقتي عندي 17 سنه. فيعني كان الموضوع بالنسبه لي، البطوله الافريقيه التاسعه دي كانت مهمه جدا يعني. كان بالنسبه لي يعتبر اول بطوله، ان انا اول بطوله افريقيه انا بشجع الاهلي، فكان احساس مختلف جدا. حتى بابا احنا بنتفرج على الماتش ده، بابا كان تعبان بجد، بابا تعب في الوقت ده، والحمد لله ان احنا كسبنا. تاني ماتش بقى بعده ماتش 5-3 بتاع الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك ده كان ماتش رائع، ده اوروبي ده. انتوا منين اساسا يا استاذ عماد؟ احنا من الشرقيه. من الشرقيه، تبع مركز منيا الامن. وجيتوا يعني جايين من الشرقيه عشان تتفرجوا على ماتش؟ انا عارف انكم جيتوا بدري قوي، يعني جيتوا تقريبا الساعه 10 الصبح، صح؟ ورجعنا وما عرفناش برضه، يعني النقيب محمد ربنا يديه الصحه رب، قال انت هيبقى الموضوع صعب عليك، واحنا قلنا له بصراحه احنا ممكن نبات في الشارع. كله عشان حب الاهلي. فقال لي طب مش هينفع تقعدوا برضه القعده دي كلها، يعني انت هتقعد اكتر من 10 ساعات، فانتوا روحوا تعالوا، بس حاول تجيلي بدري عشان تقدر تدخل قبل الجمهور وكده ونقدر نساعدك. فلو قلت لحضرتك ان احنا يا دوبك فطرنا وصلينا المغرب واحنا لابسين طبعا وجرينا علشان نقدر نلحق برضو نتفرج على الماتش كده. والحمد لله رب العالمين ان الموضوع كان فيه صعوبه برضو. انت خدتهم معاك يعني عشان تحقق لهم رغبه هم طالبينها منك، ولا عشان تنقل لهم تجربه او عشان توصل لهم احساس معين؟ يعني برضو في النهايه يعني اب ومعاه بنتين وسفر من الشرقيه ويجي بدري، يعني بالتاكيد في اسباب ويرجع وينزل تاني. يعني ايه الدوافع لحاجه زي كده من وجهه نظرك؟ الحب اللي امنيه وامل بيحبوه للاهلي يخلوني اعمل اي حاجه. وطبعا هم امنيه حياتهم ان هم نفسهم ان يحضروا جميع ماتشات الاهلي وتدريبات الاهلي، ماشي. والحمد لله رب العالمين، ربنا يعني ايه بيوفاني ان انا اقدر اعمل حاجات، ولكن في حاجات طبعا ما اقدرش اعملها. لكن حب امنيه وامل للاهلي حياه ثانيه خالص، ويعتبر هي دي النور اللي في قلبهم بالنسبه للاهلي. ربنا يخليهم لك ويفرح قلبك بيهم.